أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين، ونبدأها بالعناوين. الجزائر تحيي ستينية استقلالها عن فرنسا بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما. قتلى وجرحى بهجومين مسلحين في إلينوي وفيلادلفيا بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال، والرئيس الأمريكي يصف العنف المسلح في بلاده بالوباء. روسيا تأمر الوكالة اليهودية بوقف جميع عملياتها في البلاد وتؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، والنيتو يطلق عملية الموافقة على عضوية السويد وفنلندا. القوات التركية تقصف ريف حلب الشمالي وسط تعزيزات عسكرية في الشمال السوري، وطائراتها تغير على قرى في شرق الموصل العراقية. عشية بدء مناسكهم، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على جبل النور المطل على مكة المكرمة. وفي هذه الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع عبد الله ظاهر. مساء الخير. مرحبا دينا. في اقتصاد الظهيرة لليوم، أسعار الغاز في أوروبا ترتفع إلى أكثر من 1800 دولار لكل 1000 متر مكعب، وموسكو تهدد بوقف إمداد طوكيو بالنفط واستثنائها من مشروع سخالين 2 للغاز المسال. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة مع أماني مهنا. مرحبا بك أماني. مساء الخير أحمد. في أخبار الرياضة في الظهيرة لليوم، الرجال يتحفزون مجددا ليحملوا زوجاتهم من أجل الفوز ببطولة العالم. إذن هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال هذه الظهيرة، ولكن نبدأ من الجزائر وعيد استقلالها الأضخم منذ 33 عاما. نعم، إذن بلد المليون شهيد الذي يحتفل بستينية استقلاله عن فرنسا، فبإشراف الرئيس عبد المجيد تبون جرى اليوم عرض عسكري ضخم للجيش الجزائري لم تشهد العاصمة مثيلا له منذ 33 عاما. هذا العرض أحمد، والذي وصف بالأكبر والأضخم منذ عقود، شاركت فيه القوات البحرية والجوية والبرية في الجيش الوطني الشعبي بإطار ما يطلق عليه أو يطلق عليه الجزائريون اسم ذكرى انتزاع السيادة الوطنية. ومن العاصمة الجزائرية انضم إلينا مراسل الميادين سليم بوزيدي. مرحبا بك سليم. بداية نسأل عن أبرز المواقف والتصريحات ودلالات هذا العرض العسكري الذي يعد الأضخم في تاريخ الجزائر. تحياتي أحمد والزملاء الأعزاء. هو على صعيد الوقف اليوم، هو كانت في كلمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الحقيقة كانت كلمة احتفالية. تكلم الرئيس الجزائري عن أهمية هذا اليوم وأهمية الاحتفال بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر، لكن ربما الأكثر حضورا اليوم هو، إذا ما شئنا نعطي عنوان للاستعراض العسكري، هو في الحقيقة استعراض الردع.
كانت أجواء مشحونة بالسعادة والفخر، مظاهر الشبان والجماهير التي كانت هنا في الواجهة البحرية للجزائر العاصمة بالقرب من مسجد الجزائر الأعظم. وعندما بدأت الاستعراض سواء فيما يتعلق بالمشاة أو البحرية أو القوات الجوية، أدرك الشعب الجزائري أن فعلا عندما يتم الحديث على أنه من بين 30 أقوى جيش في العالم وهو الجيش الثاني عربيا وإفريقيا بعد الجيش المصري، يصبح الحديث الآن بالدليل وبالبرهان القاطع. لاحظ الجمهور ولاحظ من عبر الشاشات طبعا قطع يكشف عنها لأول مرة أو على الأقل يراها الجمهور الجزائري مباشرة. اليوم لاحظنا مثلا منظومة الدفاع S-300، ولاحظنا الفرقاطة، لاحظنا الغواصات، طائرات المعدلة والمطورة سوخوي 30. فكانت مظاهر الرسالة التي انتابت كل الجزائريين أنهم فعلا لديهم الآن جيش قوي جدا، جيش يحمي، جيش يمكن أن يتم الاعتماد عليه، ولكن أنه أيضا جيش هو عامل استقرار وسلام في المنطقة، لكنه أيضا عامل سيادة وعامل استقلال القرار السيادي. وبالتالي هنا طبعا كانت الرسالة واضحة جدا أمام قيادات الجيش وأمام الرؤساء، والحضور المميز الذي كان في المنصة الشرفية سواء بالنسبة للرؤساء الدول أو بالنسبة للشخصيات السياسية، أنا ربما أبرزهم كان إسماعيل هنية رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأيضا كان الحضور اللافت لوزير الخارجية السوري الدكتور فيصل البغدادي. نعم، من العاصمة الجزائرية سليم بوزيدي مراسل الميادين، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر عن فرنسا، وأعرب عن أمله بتعزيز العلاقات التي قال أنها قوية أساسا بين البلدين. يشار إلى أن العلاقات بين باريس والجزائر لم تصل بعد إلى طبيعتها، على الرغم من سعي ماكرون منذ انتخابه إلى تهدئة الذاكرة بسلسلة من المبادرات الرمزية التي لم تصل إلى حد تقديم اعتذار. كذلك استقبل الرئيس الجزائري نظيره التونسي قيس سعيد. وفي هذا اللقاء تناول الرئيسان مختلف المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد على أهمية العلاقات الثنائية والتعاون والتكامل بين البلدين تحقيقا للمصالح المشتركة. وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتزامن مع إحياء عيد الاستقلال شهدت البلاد هجومين مسلحين أديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بينهم رجال الشرطة. فبعد ساعات دين قليلة على هجوم دام في شيكاغو أدى إلى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى، أصيب ضابطا شرطة في ولاية فيلادلفيا بإطلاق نار بعد حادث أمني بالقرب من موقع احتشد فيه الآلاف لحضور حفل موسيقي وعرض للألعاب النارية لمناسبة يوم الاستقلال، هذا في وقت ساد فيه الذعر بين المحتفين الأمريكيين. وكان هجوم آخر قد وقع ليلة أمس أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل وأصاب أكثر من 36 آخرين. الشرطة الأمريكية أعلنت اعتقال المشتبه بإطلاقه النار من بندقية مستهدفا عرضا لمناسبة يوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، ودفع المتفرجين المذعورين إلى الفرار من المكان. هذا الهجوم تزامن مع احتفال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد الاستقلال. وقد وصف بايدن العنف المسلح في بلاده بالوباء قائلا إنها لن تستسلم لهذا الوباء، وحذر من أن الحرية في الولايات المتحدة تتعرض للهجوم، وشدد على وجوب الوحدة إزاء الانقسام الذي تشهده بلاده، متناولا التحديات الاقتصادية والانقسامات التي تواجهها أمريكا. Without more hard work together.
أول قانون حقيقي لسلامة السلاح منذ 30 عاماً وقعته قبل مغادرتي إلى أوروبا. الأمور ستتحسن بمزيد من العمل المشترك والجاد. لقد رأينا ماذا جرى لتعود بنا الذاكرة إلى أنه لا شيء مضمون في ديمقراطيتنا، لا شيء مضمون في أسلوب حياتنا. علينا أن نناضل من أجلها وندافع عنها ونكسبها بالتصويت. كثير من الأمريكيين ينظرون حولي اليوم ويرون دولة مقسمة، وأنا قلق جدا بشأن هذه الحقيقة. أعتقد أننا أكثر اتحادا مما نحن منقسمون. علينا اختيار الوحدة كخيار وسبيل. ومعنا من واشنطن مراسلنا محمد كريم. محمد، هجمات متواصلة انطلاقا من شيكاغو، فيلادلفيا وإلينوي، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن القول بأن هذه الهجمات مرتبطة ببعضها البعض؟ وماذا عن الفاعلين المتورطين؟ التحقيقات إلى أين وصلت؟ بلا شك دينا، هي حالة من الصدمة. يمكن القول أن الولايات المتحدة تعيشها صباح هذا اليوم وهي استفاقت على هذه الحوادث كما تفضلت في مختلف المدن الأمريكية، والتي ترافقت مع الاحتفالات الواسعة التي شهدتها البلاد في عيد الاستقلال بعد إغلاق دام لأكثر لنحو 3 سنوات بسبب وباء كورونا. وبالتالي هذه هي الأسباب التي دفعت بالأمريكيين إلى الاحتفال على نحو واسع بعد حالات الإغلاق المتواصلة للسنوات الماضية، وهذا الأمر الذي زاد من أعداد الضحايا ولا سيما في مدينة يعني هايلاند بارك بولاية إلينوي. وهذا الحادث الذي بطبيعة الحال الذي أدى بستة قتلى وأيضا إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى 38 مصابا، 4 منهم طبعا كانوا من الأطفال. حتى الآن المشتبه به تم اعتقاله، وهو شخص يدعى روبرت كريمو، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط. حتى الآن الشرطة الأمريكية لم توجه تهما رسمية لهذا الشخص المتورط بالحادث، والذين اعتبروه هو شخص مهتم بإطلاق النار وليس مشتبها به حتى الآن. وهذا الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة هذه الحوادث طبعا. لكن السلاح المستخدم كان في هذا الحادث هو الأمر اللافت، هو سلاح عسكري ذو سعة إطلاق عالية جدا. هنالك الحديث يسري عن أكثر من 60 إطلاقة تم إطلاقها من هذا السلاح، والذي كان متواجدا على أسطح أحد البنايات. استغل الأعداد الكبيرة من الحاضرين للاحتفال وقام بعملية إطلاق النار. طبعا بطبيعة الحال منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس دينا، سجل أكثر من 330 حادث إطلاق نار جماعي داخل الولايات المتحدة. وبالتالي هذا الأمر يبدو أنه لا معالجات حقيقية ولا نية حقيقية لدى الإدارة الأمريكية أو حتى لدى الكونغرس لمعالجة تلك الحوادث. أما فيما يتعلق بطبيعة الحال بالحادث الذي جرى في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، فهو حتى الآن فقط إطلاق نار استهدف 2 من عناصر الشرطة، توفي أحدهم والآخر في حالة حرجة، ولم يتم اعتقال الشخص المتورط بعملية إطلاق النار، والتحقيقات أيضا لا تزال مستمرة طبعا وسط إدانات واسعة ومطالبات بتحركات عاجلة لوقف هذه الحوادث التي أضحت تهدد الأمريكيين أينما كانوا. بانتظار مزيد من التفاصيل الزميل محمد كريم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي والمستجدات على مختلف الصعد. أعلنت وزيرة الهجرة الإسرائيلية بنينا تمانو أنه تم إبلاغها بقرار روسيا وقف أنشطة الوكالة اليهودية. وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قد كشفت أن الحكومة الروسية أمرت الوكالة اليهودية بوقف جميع عملياتها داخل البلاد. مسؤولون في الوكالة أكدوا تسلمهم الرسالة التي وصلت من الحكومة الروسية، وأنها قيد النظر في مكاتب المنظمة بالتشاور مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء.
ميدانيا أعلنت القوات الروسية أنها دمرت نقطة تمركز مؤقتة للمرتزقة الأجانب قرب بلدة ليماني في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أشار إلى أن الطائرات الروسية استهدفت موقعين للمعدات العسكرية الأوكرانية في مدينة خاركيف، ما أدى إلى قتل ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا. هذا ولفت إلى أن الأسلحة الروسية استهدفت موقعين للقيادة وأربعة مستودعات للذخيرة والصواريخ في 18 منطقة أوكرانية. إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن بلاده ستواصل عمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها، واتهم الغرب بأنه يسعى إلى إطالة أمد الأزمة من خلال تسليح كييف. وقال أيضا شويغو أن حجم الشاحنات العسكرية التي سلمها الغرب لأوكرانيا بلغ أكثر من 28 ألف طن، وأشار إلى أن جزءا من هذه الأسلحة يذهب إلى الشرق الأوسط وينتهي في السوق السوداء، وأكد أنه جرى القضاء على 170 مرتزقا أجنبيا منذ بدء العمليات العسكرية. في المقابل أطلق حلف الناتو عملية الموافقة على عضوية فنلندا والسويد. وقد وقع وزيرا خارجية كل من فنلندا والسويد بروتوكولات الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية التي تريد المساهمة في الأمن المشترك على حد تعبيره. هذا يوم جيد لفنلندا والسويد ويوم جيد لحلف الناتو مع وجود 32 دولة حول الطاولة. سنكون أقوى وسيكون شعبنا أكثر أمانا في الوقت الذي نواجه فيه أكبر أزمة أمنية منذ عقود. يتطلب أمننا الجماعي مقاربة 360 درجة من القطب الشمالي إلى الجنوب. إن التطورات الأمنية العالمية بما في ذلك في الجنوب تؤثر على نحو متزايد في أمننا وتدعونا إلى تعزيز الأمن في الجوار. الإرهاب هو أيضا تهديد خطير لنا جميعا. إننا نتطلع إلى حماية منطقة أوروبية أطلسية آمنة ومزدهرة جنبا إلى جنب مع حلفاء الناتو الخارجيين. كعضو مستقبلي في الحلف ستساهم السويد في أمن جميع الحلفاء. نحن مقتنعون بأن عضويتنا ستقوي الناتو وستزيد من الاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية. ومن جنيف ينضم إلينا مدير مكتب الميادين موسى عاصي. مرحبا بك موسى. من ناحية سياسية وفنية، سياسيا ماذا يعني توقيع البروتوكول من قبل السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال أطلسي؟ وفنيا بعد هذه الخطوة كم يستغرق عملية انضمامهما رسميا؟ يعني التوقيع اليوم هو يأتي ليطبق ما تم الاتفاق عليه في قمة مدريد بين رؤساء ورؤساء وزراء الدول الثلاثين أعضاء حلف الناتو في قمة مدريد. وهذه مسائل باتت يعني منطقية، تنتقل السويد وفنلندا درجة درجة إلى الوصول إلى داخل منظمة الناتو. لكن طبعا هذا التوقيع اليوم لا يعني أن البلدين باتا بالفعل في منظمة الناتو عمليا. طبعا هناك الوضع يعني يشبه إلى حد بعيد وضع أوكرانيا. في حال كان هناك أو فتحت الحرب مع فنلندا ومع السويد، يمكن أن يكون لحلف الناتو دور في مد السويد وفنلندا بالأسلحة كما يجري الحال مع أوكرانيا، لأن الانضمام الفعلي والنهائي يحتاج إلى موافقة 30 برلمان من برلمانات الدول الأعضاء في حلف الناتو، وهذا قد يأخذ يعني بعض الوقت، خصوصا وأننا سمعنا اليوم أن الجانب التركي لم يسحب نهائيا الفيتو، وهذا القرار يحتاج أو قرار سحب الفيتو التركي نهائيا يحتاج إلى التزام السويد وفنلندا بالوعود التي قطعتها على الجانب التركي. وهذه الوعود تبدأ بتسليم تركيا 73 أو 72 من أعضاء حزب العمال الكردستاني أو ناشطي حزب العمال الكردستاني الموجودين حاليا على أراضي فنلندا والسويد، وتعتبرهم تركيا إرهابيين. هذا الشرط الأول لتركيا من أجل سحب الفيتو نهائيا. وطبعا تركيا قالت بأنها لن ترسل هذا القرار نهائيا إلى البرلمان التركي ليناقش ويتم المصارعة عليه قبل الإيفاء بالوعود التي حصلت عليها من كل فنلندا والسويد. بعد أن تحصل فنلندا والسويد على قبول البرلمانات الثلاثين للدخول، تصبح بذلك عضوا في حلف الناتو، ويصبح بذلك بإمكان الحلف أن يطبق أو أن يبدأ بتطبيق البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي، والتي تنص على أن أي دولة من الدول الأعضاء تواجه خطرا أو تواجه هجوما أو حربا يمكن
يمكن للحلف بشكل كامل أن يقوم بالمساعدة وأن يقوم بالدفاع عن هذا الحلف. حتى الآن هذا البند لم يطبق ولن يطبق على المدى المنظور إلا بعد يعني تبني هذا القرار من قبل برلمانات الدول الثلاثين. موسى، باختصار الناتو الآن يتوسع وستكون هناك إضافة لحوالي 1200 كيلومتر من الحدود مع روسيا، ألا يشكل هذا الأمر ضغطا عسكريا على الحلف الأطلسي الذي سيضطر إلى نشر قوات عسكرية في مساحات أوسع وأكبر؟ هل هناك خطة جاهزة للتعامل مع هذا الأمر؟ يعني صحيح نظريا هذا الأمر صحيح، ولكن عمليا حلف الناتو الذي قرر رفع القوة قوات الرد السريع من 40,000 إلى 300,000، هذا القرار اتخذ إلى جانب يعني عمليا لن يطبق بهذا الشكل، يعني لن ينتشر هؤلاء مباشرة في الدول المحيطة بروسيا، ولكن هذه القوات ستبقى في الدول حيث هي، ستكون جاهزة ومستنفرة في قلب الدول ولن تنتقل إلى ساحة المعركة أو إلى النقاط المحددة مصبة للمواجهة مع روسيا إلا في حال حصول أو وجود خطر معين. إذن لن يكون هناك أي تغيير على مستوى الانتشار العملاني لقوات الناتو إلا طبعا إضافة بعض القواعد العسكرية في الدول تحديدا في فنلندا والسويد بعد قبولها من قبل البرلمانات أعضاء الناتو. بعد ذلك يمكن أن يكون هناك تشارك في القواعد العسكرية الناتو، ولكن لن يكون هناك انتشار سريع لهذه القوات. يبقى طبعا أن حلم حلف الناتو أن يكون هناك إحاطة أو محاصرة لروسيا من كافة الاتجاهات، واليوم مع دخول فنلندا والسويد طبعا الحلف يصل بعد الحدود أو الجبهة الشرقية مع دول أوروبا الشرقية يصل إلى الحدود الغربية مع فنلندا والسويد، بالإضافة طبعا إلى دول البلطيق. نعم، من جنيف مدير مكتب الميدي موسى عاصي، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من أن قرار حلف الناتو أعلن روسيا عدوا له يؤدي إلى تصعيد التوتر وزعزعة الأمن في أوروبا. باتروشيف أكد في تصريح له اليوم أن القرار يتعارض مع القانون التأسيسي بين روسيا والناتو، مشيرا إلى أن واشنطن ومن وصفهم بأتباعها رفضوا فتح حوار بناء مع موسكو وتجاهلوا مطالبها. بدورها انتقدت الصين ممارسات حلف الناتو، وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أشار إلى أن الحلف يدعى احترام السيادة والسلام الإقليميتين ويطلق على نفسه اسم التحالف الدفاعي، لكنه يفعل عكس ذلك تماما. على مدى العقود الماضية استخدم حلف الناتو بقيادة واشنطن التدخل تحت شعار الإنسانية كذريعة لشن حرب كوسوفو والتدخل في العراق وليبيا وسوريا وتبرير احتلاله لأفغانستان لمدة 20 عاما. يحاول الناتو تكرار الأزمة والمواجهة التي خلقها داخل أوروبا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا تطور مثير للقلق، ويتعين على دول المنطقة والمجتمع الدولي أن يرفضوا ذلك بحزم. إلى سوريا، حيث قصفت المدفعية التركية قرى ريف حلب الشمالي وبلداته القريبة من خطوط التماس الفاصلة بين قوات قسد والمجموعات المدعومة من تركيا شمال سوريا. مراسلنا أحمد أفاد بأن القصف استهدف القرى بنحو 200 قذيفة مدفعية وصاروخية. وفي السياق، أفادت وسائل أعلام تركية بأن تعزيزات عسكرية تركية كبيرة تصل إلى شمال حلب، وذلك استعدادا لبدء العملية العسكرية التي أعلنتها أنقرة ضد الجيش السوري وقوات قسد في منبج وتل رفعت. وتتضمن التعزيزات ناقلات جند وقذائف مدفعية ثقيلة ودبابات. وبحسب مصادر عسكرية، فإن المجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة أصبحت جاهزة للحرب وتنتظر الساعة الصفر لبدء العملية. وفي العراق، استهدفت الطائرات الحربية التركية قرى متعددة في شرق مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال البلاد. وفي الإطار، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة العمليات التركية كلاولوك شمال العراق. إلى فلسطين المحتلة، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات F-15 الإسرائيلية لم تنجح في اعتراض الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله، وأنه جرى استدعاء طائرات F-16
لإسقاطها. يأتي ذلك في وقت لفتت الزيارتان المتزامنتان لرئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد ووزير الأمن بني جانتس لليونان، حيث اجتمع مع وزير دفاع اليونان. وقد حذر لابيد قبيل توجهه إلى باريس من أي هجمات يشنها حزب الله ضد ما سماها سيادة إسرائيل، وحرض لابيد الحكومة اللبنانية على كبح جماح الحزب وإلا ستضطر إلى القيام بذلك بنفسها على حد تعبيره. سنناقش بالطبع ما جرى أخيرا مقابل السواحل اللبنانية. إسرائيل لن توافق على هذا النوع من الهجمات على سيادتها، وكل من فعل ذلك يجب أن يعلم أنه يخاطر بسلامته. يجب على حكومة لبنان أن تكبح حزب الله، وإلا فعلينا نحن فعل ذلك. لابيد أشار كذلك إلى أنه سيناقش مع الرئيس ماكرون ما وصفه بالاتفاق النووي الخطير. فرنسا شريك استراتيجي كبير لإسرائيل في كافة المجالات. فرنسا واحدة من الدول المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، ومن المهم أن تسمع إلى رأينا في هذا التوقيت ضد الاتفاق النووي الخطير. سأجري حوارا بشأن ذلك مع صديقي الرئيس ماكرون. وفي فلسطين المحتلة استمرت اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وقد أصيب 4 شبان بينهم إصابة خطيرة خلال تصديهم لقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال تصديهم لقوات الاحتلال في قرية حسان غرب بيت لحم. هذا وأطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة إفرات الإسرائيلية جنوب بيت لحم. مصادر محلية قالت إن مقاومين في مركبة مسرعة أطلقوا النار نحو مستوطنة إفرات وانسحبوا من المكان على الفور. هذا ولم ترد حتى الساعة أنباء عن وقوع إصابات. كذلك أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورة جنوب الخليل. الإصابات نقلت إلى المستشفيات وكان معظمها في الأطراف السفلى. في غضون ذلك اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا جامعات إسرائيلية باستخدام جثامين الشهداء الفلسطينيين في مختبرات كليات الطب، واصفا الأمر بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمبادئ والأخلاق العلمية. وفي مستهل جلسة لمجلس الوزراء برام الله طالب اشتيا الجامعات العالمية بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، وبالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة لديها. البلدة القديمة في الناصرة كنز معماري ومركز تجاري عتيق يستقطب الكثير من الزوار من الفلسطينيين والسياح. نافذة على الناصرة وهناء محمد. الفضاء الرائع الذي يتزين بالحجارة القديمة والقناطر، مئات الدكاكين أقفلت على مدار سنوات طويلة، ولكن في المدة الأخيرة بدأت الحياة تنبض هنا من جديد. كانت مسيرة مش هويني، مسيرة حلوة بدها نفس. كانت المحاولة هي بمقهى ثقافي بديل. بعد 5 سنين اليوم احنا وجودنا 5 سنين هنا، اللي كنا نحلم فيه وبدنا اياه نوصله اليوم موجود تقريبا في 25 دكان جديدة تفتح خلال 3 سنين ونص 4 سنين. واللي عم بنبسط فيه انه كتير محلية فلسطينية، نساء محليات، اشغال يدوية، فنون تشكيليين محليين. هذا الاشي اللي كتير يعني وعم بستقطب الكل. المبنى هذا هو عبارة عن مبنى عمره أكثر من 160 عام، الهدف هو تحضير الطلاب
العرب اللي متجهين لتعليمهم الأكاديمي في الموضوع الهندسة المعمارية وبناء المدن. توجهنا المعماري كان بأنه إحنا نختار هذا المحل لحتى نكون جزء من إحياء للبلد القديمة هون، خاصة العمارة اللي بتحكي تاريخنا. المركز القديم لكل مدينة في العالم، غني بالتاريخ والحضارة. في فلسطين تصبح القيمة أثمن، ولا سيما عندما يحافظ الناس على بيوتهم الأثرية. في منزل أم منور أو دار أسعد إلياس قديماً، إحدى أجمل الشواهد المعمارية النصراوية التي تعود إلى القرن 19. هناء محاميد، الناصرة، الميادين. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. قتلى وجرحى بانفجار مخزن للسلاح في أبيان جنوب اليمن. أهلا بكم من جديد، ونستأنف هذه الظهيرة من اليمن، حيث أفاد مراسلنا بمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 43 آخرين من جراء انفجار مخزن للسلاح بمدينة لودر في محافظة أبيان جنوبي البلاد. واندلع حريق في مخزن الأسلحة والذخائر وسط أبيان، ما أدى إلى انفجاره وانهيار أجزاء من المبنى الذي كان يضمه. وتشهد مناطق أبيان معارك بين الميليشيات التابعة للتحالف السعودي والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات. إلى تونس، حيث دعا الرئيس قيس سعيد المواطنين إلى التصويت بنعم على الاستفتاء المقرر على الدستور في 25 من تموز يوليو الجاري. وفي بيان له قال سعيد أن التاريخ لن يعود إلى الوراء، وأن الدستور من روح الثورة ومسار التصحيح، وأكد ألا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها تحت الرقابة الشعبية. قبل أدائهم مناسك الحج لهذا العام، توافد حجاج بيت الله الحرام على جبل النور المطل على مكة المكرمة. يأتي ذلك دينا في وقت توقعت فيه السلطات السعودية أن يؤدي فريضة الحج هذا العام نحو 1 مليون شخص. تقرير محمد عز الدين. هنا على جبل النور يرفع حجاج بيت الله الحرام أيديهم بالدعاء في مشهد تتجلى فيه الروحانية بعمق معانيها. يجلس هذا الرجل المسن عند سفح هذا الجبل، يرمي ببصره نحو الأفق متأملا تلك البقعة الشريفة حيث انطلق النبي بدعوته في سنواتها الأولى. ها هم الحجاج يلتمسون طريق النبي محمد إلى غار حراء، يصعدون إلى قمة جبل النور الذي يطل على مكة المكرمة في رحلة تستغرق نحو 40 دقيقة بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة. وهو المكان الذي يقع فيه غار حراء، حيث كان يختلي النبي محمد بنفسه لمناجاة الخالق قبل نزول الوحي. هذا هو غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، ونزلت عليه رسالة من هذا المكان. قدسية المكان تتحدث عن نفسها، كأن تفاصيله تحاكي عظمة الماضي وامتداده إلى الحاضر. من هنا بدأ نزول الوحي على الرسول الأكرم بأولى آيات القرآن الكريم في هذا الغار. الناس هنا سواسية، والكل مشغول بالصلاة والدعاء إلى الله،
وكأن الروح تتجرد من كل تعقيدات الحياة وتفاصيلها الضيقة. ومعنا من بيروت مدير معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية الشيخ شفيق جرادي. نرحب بحضرتك فضيلة الشيخ، ونسأل في البداية ونحن في موسم الحج وينعاد على الجميع أيضا بهذا الموسم وهذه الأعياد وهذه الأيام، عن الأبعاد الوحدوية لهذه الشعيرة الدينية الكبرى. عليكم السلام ورحمة الله. أولا يعني الحج بلا أدنى شك هو من العبادات الأساسية في الإسلام، والتي قام الإسلام على وجودها، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الزكاة والجهاد في سبيل الله وإلى ما هنالك. لهذا الحج طابعه الذي يبني ذات وفق ما يريده هذا النظام الإسلامي، كما أن من هداية النفس البشرية، كما أن له هذا الطابع الاجتماعي السياسي الذي يمكن أن تتضافر عليه حتى تعطي كل أهدافه الأمة الإسلامية فيما يستوجب عليها من بث الروح في معالم الشعائر المرتبطة بالحج وطقوس الحج. طيب، في فكرة التسامي بالقيم الإنسانية، التعالي عن كل الاختلافات، عن كل التعصبات، كيف يتجلى ذلك في الحج، الترفع عن كل الاختلافات والتعصبات؟ أهم نقطة بهذا المورد هو أن الذي يقصد الحج يفهم منذ اللحظة الأولى أنه يقصد بيت الله الحرام، يعني يقصد صاحب هذا البيت الذي هو الله، وبالتالي يجب أن يغيب عن باله تماما في هذا المقصد، في هذا الحج، يعني الذهاب، القصد، التوجه، يجب أن يغيب عن باله تماما كل الشؤون الأخرى، سواء كانت ذاتية أو ما يرتبط بالإنسان في الحياة الدنيا من بهارج، من زعامات، من قيادات، من سواء كانت دينية أو غير دينية، سياسية أو غير سياسية. المقصد الواحد الذي هو الله، أن نتوجه إليه، هذا يعني أن نترفع عن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى. وحينما يصل إلى الحج، أن تكون هذه الشعائر الموجودة في الحج بدءا من ثياب الإحرام والغسل، وصولا للمسير في كثير من الأحيان بطريقة الحفاة، والتوجه إلى الله عز وجل بكلمات محددة هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى ما هنالك، تعني أن الناس كلها تتحرك فرادى وجماعات في حول هذا المحور الذي هو الله عز وجل، دون أي تفرقة عملية، يعني دون أن يكون هناك فارق بين عربي أو غير عربي، بين أبيض أو غير أبيض، بين غني أو غير غني، بين كل الشرائح والاختلافات العرقية و إذا أردت الثقافية التي يمكن أن تختلف بين مسلم وآخر. مثل هذا التوجه حول المحور الأصل الذي هو الله هو أكثر عامل قابل حتى يوحد الأمة بالبنية التي يريدها الله عز وجل من مبدأ التوحيد ومن صياغة مفهوم التوحيد صياغة عملية. وهنا السؤال الأساسي فضيلة الشيخ، يعني كيف من الممكن الانتفاع من التنوع الحاصل في الحج لتوحيد الأمة حول معاني إلهية ربما قد تكون دنيوية، يعني معاني الإنسانية، معاني الخير، كل المعاني الإنسانية السامية والإلهية السامية أيضا؟ بالواقع يعني هنا سوف أكون، يعني يجب أن أتحدث بشيء من الصراحة والوضوح، حتى الفعل السامي جدا، حتى الفعل الطاهر حد النقاء، ببعض الأحيان تكلفات البشر، تدخلات البشر فيه، قد يحوله إلى غير الأهداف المتوفاة منه. على سبيل المثال، الغني والفقير ينبغي أن يكونا على سواسية حينما يؤديان موضوع الحج، لكن ما نرى في كثير من الأحيان أنه بعض الحملات، بعض الرحلات التي تميز هذه الرحلة شاملة، وهي رحلة مش شاملة عادية، وهذه مثلا الأغنياء اللي بيدفعوا الأدنى، لأنه في برادات وثلاجات ومكيفات وناس ما بتقدر، لذلك تحول هذه الأبعاد القيمية، أبعاد
السلوكية إلى غير توجهاتها الفعلية. في الحج هناك عنصران من القيم ينبغي أن يكونا ثابتان حتى تستقيم مسألة الحج. الأمر الأول هو أن عبادة الله تعني الانعتاق من كل ما سوى الله، يعني أن يكون الإنسان عبدا لله يقول للباري عز وجل لبيك اللهم لبيك. هذا يعني أنه لا يوجد قوة في العالم يمكن لها أن تقهر هذا الإنسان، أن تضغط عليه، أن تظلم هذا الإنسان دون أن يثأر لكرامته على الأقل، لأن الذي يستند عليه هو هذا الله. كلما عظم الخالق في قلب هذا الحاج، في قلب هذا الإنسان، صغر ما دونه. هذا المبدأ الأول، والذي يجب أن تقوم كل عملية التثقيف والتربية في مسألة الحاج على وفقها. الأمر الثاني هو التي أرادها بعض، دعيني أقول، الذين يفهمون الإسلام أنه ليس مجرد شعائريات، ليس مجرد طقوسيات. للإسلام مخزن إنساني، للإسلام مخزن تثويري إذا صح التعبير. الذين أرادوا أن يرفعوا مسيرة البراءة، وهذه مسيرة البراءة تعني فيما تعني الذاكرة المتصلة بالنبي إبراهيم الموحد الأول لله عز وجل بالمعنى الدقيق للمفهوم العملي للتوحيد، ومن جاء من بعده من أولي العزم حتى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومسيرة البراءة تعني مواجهة كل من يظلم الناس فيقع بشرك عملي، شرك مشرك، شرك عملي بسبب الظلم، لأنه بالرواية أن أعظم الشرك هو الظلم، أو الظلم أعظم الشرك بالله. فوقت اللي بتصير مسيرة البراءة، يعني الاستهدافات فيما يرتبط بالبراءة من أهل الظلم، من أهل الجبروت، من أهل اغتصاب الحقوق والأرض وإلى ما هنالك، حينها نكون أمام تبر فعلي من فعل المظلومات وفي انقياد لمفهوم الحج. واليوم دعيني أقول بكل الصدق، وأنا هنا لست في صدد أن أتحدث بمسألة سياسية بحتة، أنا بصدد أن أشير إلى مسألة دينية بحتة، هي أن عمق البراءة في كل زمن لها صورة، وعمق البراءة من أهل الظلم والتعنت والجبروت اليوم هي في الموقف تجاه من احتل الأرض، أرض فلسطين، أرض المسجد الأقصى، أرض التي حضنت واحتضنت كل هذه الذاكرة النبوية الشريفة. هذه القضية التي تعني بالدرجة الأولى مسألة دين وقيم كما تعني بالسياسة، إنما تكون هي الحاضر الأكبر في كل مفاهيمنا العقائدية والأخلاقية، في كل نقاشاتنا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي. فإن للحج حينها زهوه الخاص ورونقه الخاص وسموه الخاص. ولعلها رسالة مفتوحة أيضا فضيلة الشيخ شفيق جرادي، مدير معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية. شكرا جزيلا لحضرتك، حدثنا من بيروت. شكرا لكم على هذا اللقاء الكريم. شكرا. أما الآن فإلى موجز الاقتصاد في هذه الظهيرة مع الزميل عبد الله ظاهر. مساء الخير عبد الله. مرحبا دينا. نبدأ من مجلس الدوما الذي صدق قبل قليل على البروتوكول الاتفاقية ما بين الاتحاد الأوراسي وإيران، هذا الذي ينص على إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين. هو تطور لافت أيضا. صحيح. شكرا. أهلا بكم. صادق مجلس الدوما على بروتوكول الاتفاقية المؤقتة المؤدية إلى تشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران للاستفادة من نظام استيراد تفضيلي لقائمة محدودة من السلع بين الطرفين. الاتفاقية المؤقتة التي يتم تمديدها بموجب محضر خاص تقوم بتشكيل القواعد الأساسية للتجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه وإيران، وقد تم تقريبها بأقصى قدر ممكن مع قواعد منظمة التجارة العالمية WTO. قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن اليابان لن تتسلم إمدادات الطاقة من بلاده، ويمكنها أن تنسى المشاركة في مشروع الغاز سخالين 2. كلام ميدفيديف يأتي ردا على تصريح رئيس وزراء اليابان حول وضع سقف لسعر النفط الروسي عند نصف السعر الحالي، مؤكدا أن اليابان لن تجد ما يكفيها من النفط،
وسعره سيكون أعلى من السعر الفلكي المتوقع عند $400 للبرميل الواحد. هذا وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات اليوم إلى $1820 لكل 1000 متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع شهر أذار مارس الماضي. وارتفعت العقود الأجلة لشهر آب أغسطس إلى مستوى $1812 بعدما كانت بحدود $900 لكل 1000 متر مكعب. ومنذ بداية العام سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستويات تاريخية لأربع مرات متتالية نتيجة المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف إن العقوبات تسببت بالإزعاج لبلاده لكنها أصابت أصحابها بشكل أقوى، وبدأ الشركاء الغربيون يدركون مغبة نتائج عقوباتهم. وأكد مانتروف أن العقوبات أصابت موردي المنتجات الصناعية المستوردة، لذا يمكن ملاحظة ذلك في معدل التضخم القياسي وارتفاع أسعار السلع في الدول غير الصديقة. وأشار مانتروف إلى أن روسيا تنتج ما يكفي من المنتجات والمواد الخام التي يحتاج لها العالم بأسره. أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين محادثات تجارية فيما تدرس واشنطن رفع الرسوم الجمركية المشددة المفروضة على بعض المنتجات الصينية سعيا لاحتواء التضخم. وفق وكالة أنباء الصين الجديدة فإن ليو أبلغ يلين قلق بلاده من التدابير التي اتخذتها واشنطن والتي تضر بالمنتجات الصينية. وأكد أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات خطيرة مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وضع البنك الدولي لبنان في التصنيف السنوي ضمن فئة بلد ذي دخل متوسط أدنى، وذلك بعدما كان بلدا ذا دخل متوسط أعلى منذ نحو ربع قرن. وأوضح البنك في تصنيفه أنه للعام الحادي عشر على التوالي انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان في عام 2021 من $5500 إلى $3500، وترافق ذلك مع انخفاض حاد في قيمة سعر الليرة أمام الدولار. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي عند 5:30 عصرا مع الاقتصادية المفصلة. ختام الظهيرة مع متفرقات من العالم تحضر فيها أجواء عيد الأضحى والإيمان. فهناك أيضا أحمد حفظ القرآن الكريم وقراءته بلغة الإشارة إلى آخر تطورات الفيضانات في أستراليا والرقص في دانياتسك دعما للسلام. المزيد في هذا التقرير لغراسيا بيتار. هذا ليس صمتا، إنه كلام الإيمان. في هذه المدرسة الأندونيسية يحفظ الطلاب ممن يعانون مشاكل في السمع القرآن الكريم ويقرؤونه بلغة الإشارة. ربما هي المدرسة الفريدة من نوعها في إندونيسيا، وهي جميلة وصافية كصفاء الإعداد للعيد. لكن عيد الأضحى في أفغانستان يحل بغصة على تجار الماشية لأن نسبة الفقر تزداد، وبات من الصعب تحمل تكلفة شراء الأغنام والماعز. وأما الحيوانات في إحدى المزارع في أستراليا فطافت عليها مياه الفيضانات، لكن الجميل أنه جرى إنقاذ الكثير منها كالخيول والثيران وغيرها ممن كتب لها عمر جديد، تماما كهذه الطيور التي قدر لها أن تستمتع في منتجع خاص. البرازيلي مارسيلو ماكسيمو سرح من وظيفته خلال فترة الوباء، فابتكر منتجعا للطيور أثناء تجواله مع حاسوبه في الشارع، منتجع يمكن للطيور فيه تناول الطعام والشراب والأهم التمتع بسلسلة من الألعاب. ماذا تطلب؟ سئل مارسيلو فأجاب: أن أعيش في عالم كهذا. حقاً هذا ما ينشده الإنسان اليوم، عالم لا حرائق فيه كتلك التي اندلعت في ضواحي روما، أو عالم مستوحى من عالم هاري بوتر السحري ولعبة كويدتش.
أو ربما المطلوب عالم لا حروب فيه، تماما كالذي تضرعت إليه صلوات دمى معبد شورنجي في اليابان. هنا يقضي التقليد بتعليق أكثر من 900 دمية على شكل شبح للصلاة من أجل طقس جديد، وهذه المرة للسلام في أوكرانيا. قد تنشد السلام بالصلاة أو بالرقص. عند إطلاق النار كان كل شيء يحترق، لكننا كنا نرقص. إنهم سكان دونيتسك الذين حافظوا على تقاليدهم بالحضور أسبوعياً إلى حديقة شيرباكوف للرقص دعماً للسلام. إذن هذه الظهيرة انتهت، ولكن المزيد من التفاصيل زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.